عليكم فون. مثل ما تلاحظون وصول أول وجبة من خلال المساعدات الإنسانية، أحد المتبرعين اللي رفض حتى ذكر اسمه مشكورا، وأصريت طبعا أنا على ذكر اسمه لكن أبلغني أنه يزعل إذا ذكرت اسمه وقال هاي تجارة مع الله. فبارك الله بيك، ندعوكم جميعا للمساهمة طبعا وجبة الثلاجات وسبالت عدد 20 لعشرين غرفة داخل رجعة الفروق، حول إلى رجعة عزل للمصابين بكورونا في حال لا سمح الله تزايد الأعداد في محافظة بابل كإجراء احترازي. طبعا يعني صار الموضوع بالتنسيق مع إدارة المستشفى وإدارة صحة محافظة بابل لغرض يعني توفير الأشياء اللي يحتاجوها فعلا، مو ما نكون يعني نلاحظ هواي من الناس بتحاول تعفر بعض المناطق يرشون بالشوارع. هو هذا الموضوع مهم فعلا، لكن ربما اكو حاجه اولى منها اللي هي داخل المؤسسات. داخل المؤسسات اكو جنود من كوادر صحيه من اطباء، هم خطوط الصد الاماميه مع هذا الفيروس. فلذلك يعني صار الموضوع بالتنسيق مع دار صحه بابل واداره مستشفى الفل التعليمي لغرض رفضهم باحتياجاتهم الحقيقيه. حاليا يعني راح يكمل ان شاء الله هذا المكان بشكل كامل، عباره عن 20 غرفة راح تتحول إلى غرفة للعزل، عزل المصابين والمشتبه بهم في فيروس كورونا.